فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حصل خسوف للقمر ولم يصلي إمام المسجد الذي بجوار منزلي، يقول: هل أخرج وأبحث عن مسجد آخر يصليها جماعة أم أصليها منفردا؟ ما الأفضل؟ الأفضل تذهب تصلي مع الجماعة ولو في غير المسجد اللي قريب منك، إذا صار ما يصلى فيه اذهب إلى المسجد الذي يصلى فيه مع المسلمين. نعم.